المهرجان بدورة ثانية، وأكيد أكيد أنتم مفتاح النجاح، أكيد أكيد إن شاء الله. الكلمة توا لخويا طه، أكيد عندك إضافة لهذا الدورة الثانية خويا طه. السلام عليكم، مرحبا بكم الكل، سعداء جدا بتواجدكم معنا، إن شاء الله تكون الدورة الثانية أنجح من الأولى. طبعا ديما ثم نواقص في كل شيء، سبحان الله الإنسان يتعلم. المهرجان هذا هو المهرجان الوحيد في شمال إفريقيا، ثم مهرجان في مهرجان ابن بطوطة لكن بشكل ثاني في المغرب. نحب نشكركم مرة أخرى، الحصيل وبارك الله فيكم. طبعا أكيد أكيد أكيد، وبرافو عليكم الكل، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نقضوا أحلى الأوقات، وغدوة موعد كبير كبير إن شاء الله. نخليكم مع الصورة والصوت، خويا بشير بن ناجي، خويا بشير عبد الملك، تفضلوا ليكم الصورة وليكم الكلمة. أنا بطل لك الرجل. في ليبيا 3150 كيلو ركض على الأقدام، طبعا من 2015 إلى 2017. وطبعا الفكرة جت في ليبيا، نظر أن تعرف ليبيا عشان مور الظروف اللي تمر بها ليبيا، وأنا طبعا نسكن في منطقة جنوبية، ومنطقة جنوبية من أخطر الأماكن اللي يصير فيها المشاكل. فمرة حدثت مشكلة في مدينة سبها تعتبر عاصمة الجنوب، وهذه المشكلة كان صارت المنطقة اللي نسكن فيها هنا تتسكر الطريق، معناها الناس تموت بالشر، لأن بالحرب بتطول تاخد 3 أسابيع 4 أسابيع مش معروف، أمتى حرب قبلية ديما تصير. فأنا جت فكرة أني قلت لهم لازم ندير رحلة سلام وخاطر بحياتي، من أجل لازم نوصل رسالة أن لازم توقف الحرب. هي الفكرة متاع على رحلة السلام هي 150 كيلو وخدت مني 3 أيام، لكن الحمد لله الناس كلها استقبلتني وفرحت بيا، فعطتني دافع اني نكمل ندير في جميع انحاء ليبيا. وجت رحله ثانيه من معبر راس جدير عبا تونس، وكملت المسيره كل مره في مكان، مره في الجنوب مره في الشرق، لفيت ليبيا بالكامل، وكان شعارها نتصافح ونتسامح من اجل الوطن. هو ليس ابن بطوطه ولكنه واثق الخطى يمشي ملكا. البصيري عبد السلام بصيري من الجنوب الليبي من منطقة قراقرة. أصبح عداء محترف للمسافات الطويلة، اختار أنه يصبح رحالة وانطلق في عدد من رحلات السلام عبر المدن والبلدات الليبية، ركض على الأقدام صوب الشرق والجنوب والغرب وجبل نفوسة في 7 رحلات شعارها نتصافح ونتسامح من أجل الوطن، لتطأ أقدامه جل تراب ليبيا. نحن الدعوة المغنية على الحدود الجزائرية المغربية، جاء على الجانب الجزائري كما تشوفوا حدود موضة، هذه هي المغرب. Yeah.
السيمان معكم. دونك باش نحكي شويه على اسوسياسيون جو نومار، جمعيه تعمل اختصاصها الرياضات الجبليه وتحاول تدعم السياحه الايكولوجيه. باش نخليكم مع مقطع للانشطه نتاع الجمعيه ان شاء الله ينال اعجابكم. كانت عرفت أسوسياسيون اسمه جميل. كيفاش معناها جات في الضايف وطولت خرجت طولت في كل 2500 كيلومتر. أي أواب، الرحلة الخامسة 2018 تعطينا فكرة كيفاش 1455 كيلومتر في الرحلة الخامسة. الرحلة خرجت بهدف تعريف مهرجان الرحالة وهي دورة تونس، خرجت فيها أول مرة نيو بوفاي وبعد لحقنا عمي عارف بن حاج في سوس. أنا وابن مران درة صغير، هذه خمس رحلة هي دورة تونس وها باش تشوفها في الفيديو. في 2018 رحلة نزل بوزلفة جربة 830 كيلومتر في 8 أيام. أواب ما عندهاش فكرة خلاص على الفيلم. آي سيدي وبعد عندنا تكريم يا الأولاد. هذا جديد يا أواب، ما علمكش به يا أواب. نحب نشكر شكر خاص لهذه المجموعة النيرة اللي الحقيقة سهرت أيام وليالي وكانت تقريبا على مدة أكثر من 20 ليلة، كل ليلة يسهروا لبرمجة المهرجان وكل يقروا كل كبيرة وصغيرة للمهرجان.